بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. المحترمون صفوف المتحدثين والمتحدثات في هذه الندوة الدولية الافتراضية، فضيلة الأستاذة المشاركة الدكتورة سيتي سارة بنت الحاج أحمد، فضيلة الدكتور أبن حزمين بن أبن طه، وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور خالد كمال محمد الطاهر. فإن شاء الله في هذا المساء سأشارك معكم خبراتي المتواضعة حول توظيف التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية وتعلمها خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها في ماليزيا. أنا اسمي نور حميمي زين الدين من كليات الدراسات اللغة الرئيسة بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية. فأولا هيا نطلع على هذه المقالة، نحن كتبناها في السنة 2020 تحت العنوان Development of Arabic Language Lifelong Learning Tutorial Platform Using WhatsApp Mobile Application. فنحن نرى من هذه المقالة هناك البرامج الحاسوبية وكذلك البرنامج من الجوال أو من المحمول التي كانت موجودة ومستعملة في جائحة كوفيد-19. وفي نفس الوقت نحن أيضا نستخدم واستخدمنا البرامج الحاسوبية كثيرة أثناء أو خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها. وهناك استفادة، نحن استفدنا من استخدام أو استعمال هذه البرامج خاصة أو لا سيما في التعليم أو في عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها. وفي هذه المقالة إن شاء الله بينا وشرحنا ما هي الخطوات المستخدمة أو طرق التدريس لا سيما أو خاصة في التعليم العربية، ليس فقط للطلاب الذين كانوا موجودين في الفصل، ولكن في نفس الوقت نحن نستطيع أن نعلم وندرس هذه اللغة الضاد إلى الجماهير وكذلك الطلاب الذين كانوا موجودين خارج الفصل. وأيضا هناك مقالة ثانية التي كانت منشورة في مجلة اسمها علوم الإسلامية بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية تحت العنوان An Insight into Motivational Factors of Integrating EduTech in Learning Arabic During COVID-19 Outbreak. أيها السادة الكرام، في هذه المقالة نحن أيضا شرحنا وشرقنا ما هي الخبرات وكيف نرتفع ونرفع دافعية عند الطلاب وكذلك المحاضرين والمحاضرات صفوف الدكاترة في الجامعة حتى نستطيع أن نرفع دافعية للتعليم هذه اللغة وتعلمها. وهناك إشكالية ومشكلة الدراسة أن هناك الصعوبات والتحديات التي كانت موجودة أثناء جائحة كوفيد-19. فعلى سبيل المثال هناك المشكلة الفنية والإنفراستراكتشر، حظر الإنترنت غير قوي، والطلاب دائما يواجهون الإزعاج في قريتهم وكذلك في بيوتهم، ما عندهم رغبات ودافعية للتعلم في ذاك الوقت. ففي نهاية هذه المقالة نحن شرحنا ونحن شرقنا ما هي المعالجة المقترحة لعلاج هذه المشقة أو المشكلة. والآن نتخيل بعد جائحة كوفيد-19 السيناريو وكذلك الظروف لدى المتعلمين أو لدى متعلمي اللغة العربية بعد جائحة، ربما في بروناي، في إندونيسيا، في ماليزيا، في سنغافورة مثلا، على نفس الوجه وعلى نفس الشكل. في الجهة اليسرى هناك يسمى بهيركي
بمعنى نحن الآن الطلاب سوف يدرسون ويتعلمون من الشيوخ، من الدكاتر، والدكاتر في مستوى أعلى هناك العميد، وهناك ريكتور أو هناك فايس شانسلر. ولكن هذا نرى الآن بعد جائحة كوفيد-19 هناك الإبرة والخبرات، ونحن وجدنا أن شكل أو أشكال الطلاب قد تختلف، لأن الآن الطلاب يدرسون ليلا ونهارا. ربما الطلاب سوف يتساءلون ويطرحون سؤالا إلى المعلمين والمحاضرين في الساعة الثانية صباحا، ربما في الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة صباحا، ولكن في ذاك الوقت نحن ننام ولا نستطيع أن نجيب عن السؤال منهم، صح؟ إذا بهذا الشكل من حيركي إلى ويركي، الطلاب لا ينتظرون إلى الاستجابة من المعلمين والمحاضرين، وهم على طول أو مباشرة سوف يسألون من؟ شيخ جوجل، ولا شيخ ويكيبيديا، ولا شيخ يوتيوب، صح؟ هذا هو ما يسمى من حيركي تغيير إلى ويركي. إذا هذه هي الظروف، أو نقول ماذا تحدث الآن في المرحلة المدرسية وكذلك في مرحلة جامعية. إذا كيف نعمل وكيف نعالج وكيف نراعي ونلبي هذه الاحتياجات من الطلاب؟ فهذا هو السؤال الأول الكبير يا إخوة. وأيضا هناك ماذا نقول مسميات، أو هناك اسم جديد للجامعة تسمى أيضا بجامعة قراء. لماذا أنا صممت وأنا سميت هذه أو هذا الاسم؟ لأن الآن وجدنا هناك أو ثمة تغيير، أو لقد تغيرت فترة نفوذ تغيير الحركات أو movement control order، لأن أصبحت جامعة شركة أو مؤسسة، وأصبح المحاضرون السائقين، وأصبح الطلاب الزبائن أو المستهلكين. من الآن غير دور الجامعة من الجامعة إلى شركة، لأن في جريب مثلا أو في أوبر هناك شركة، صح؟ وهناك السائقون أو بمعنى رايدر، وهناك الزبائن أو المستهلكون يأتي بمعنى كاستمر. ولكن في الآن في مرحلة جامعية والمدرسية أيضا نفس الشيء، أليس كذلك؟ لأن الآن الجامعة مثل أو تشبه شركة. University is like a company or organization. والمحاضر أصبح السائقون، نحن بمعنى نحن الآن كأننا من السائقين، رايدر. نحن لا نسوق السيارة، ولكن نسوق المواد التعليمية والكتب والمكررات، أوكي، ونرسل هذه المواد التعليمية إلى الطلاب عبر إنترنت، عبر فيسبوك، عبر إنستغرام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الـ Learning Management System. والطلاب سوف يستقبلون ويقبلون هذه المواد التعليمية عبر الجوال، عبر التليفون، عبر الهواتف الذكية، أو عبر اللابتوب، أو عبر الحواسيب. فهذا تسمى، وهذه حالة أو هذه الظروف تسمى بجامعة جراب. وأنا كتبت عنها جامعة جراب في جريدة في ماليزيا، ولكن هذه المقالة مكتوبة باللغة الملايوية. والآن كما ذكرت قبل قليل، ما هي الصعوبات أو التحديات التي نواجهها خلال هذه الجائحة؟ هناك المشكلة بالنسبة إلى مواد تعليمية، التسليم الواجبات، ثم في إعداد أوراق الاختبار والامتحانات، وكذلك التحصيل التعليمي مثلا كورس أوتلاين في توصيف المادة، وهلم جرى. فاعلموا أيها السادة الكرام أن هناك أهم 6 أشياء يجب أن نعرفها. أولا، تصميم دورة تدريبية عبر الإنترنت، بمعنى أنه لو نحن نريد أن
نلقي المحاضرة أو دورة تدريبية عبر الإنترنت، فلا بد أن نصمم تصميما جيدا ممتازا. وثانيا، تسهيل دورة تدريبية عبر الإنترنت، بمعنى لو نحن نستخدم أي جهاز في الدورة التدريبية، فلا بد أن نفكر هل هذا الجهاز أيضا جاهز لدى المدعوين ولدى الطلاب وكذلك لدى التلاميذ. وثالثا، تلبية احتياجات الطلاب، بمعنى لابد أن نراعي احتياجات الطلاب. فمثلا لو كان الإنترنت غير قوي في القرية، مثلا في البادية، فلا بد أن نرسل عبر جهاز آخر، ربما عبر البريد الإلكتروني، عبر الاس ام اس. ولكن لو كان الإنترنت حظ الإنترنت قوي لدى أو من قبل الطلاب، فيمكن أن نستخدم الجهاز الكبير المحترف مثل فيديو كونفرنس، مثل زوم، مثل مايكروسوفت تيمز أو جوجل ميت. فهذا الشيء الثالث. وننتقل إلى النقطة الرابعة، استخدام تقييمات حقيقية، بمعنى authentic assessment. عندما نقوم بالتقييم أو عملية تقويم، فلا بد أن نستخدم المواد التقييمات الحقيقية authentic assessment، بمعنى مثلا في مهارة الاستماع، في مهارة المحادثة، في مهارة الكتابة، وفي مهارة القراءة. فلا بد أن نستخدم النصوص المسموعة وكذلك المواد التعليمية في تلك المهارة الأربع من الموارد أو من المصادر والمراجع الحقيقية، real case، من الجرائد، من المجلة، من الأفلام، من الفيديو، ربما من مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. فالطلاب يرغبون في المشاركة حتى في المناقشة في الفصل لو كانت المواد التي كانت مستخدمة في التقييم المواد الحقيقية أو authentic assessment. وخامسا، استخدام نماذج تقويم المناسبة rubrics، أو نقول باللغة الإنجليزية there is no one size fits all، بمعنى ربما يعني في مهارة الكتابة لها نموذج التقويم المناسب، لمهارة كتابة لها نموذج خاص. وأخيرا، ملاحظات والتغذية الراجعة feedback من الطلاب والأقران بعد أن انتهينا من الدروس من مادة الصرف والنحو. فلا بد أن نجمع التغذية الراجعة والاستجابة من الطلاب والأقران حتى نستطيع أن نحسن ونتحسن طريقتنا في التدريس. طيب، في هذا الشكل نحن دائما مترددون، هل نستخدم فيديو كونفرنس أو pre-recorded فيديو؟ هل نستخدم جروب شات أند messaging أو إيميل؟ فخلال جائحة كورونا 19، فربما نستخدم جميع الطرق في التعليم والتعلم، ولكن بعد جائحة كورونا 19 لابد أن نرتب مرة أخرى أكثر مرتبا. لو كان الإنترنت قوي والاستجابة بسرعة، فلابد أن نستخدم فيديو كونفرنس وأوديو كونفرنس. ولكن لو كان الإنترنت قوي ولكن لا نحتاج إلى الاستجابة سريعة من الطلاب، ممكن أن نستخدم pre-recorded video أو synchronous discussion غير متزامن، أو pre-recorded audio أو synchronous discussion with audio. ولكن لو كان في الجامعة مثلا هناك مشكلة في الإنترنت في الواي فاي، فيمكن أن نستخدم إما email بريد إلكتروني أو discussion board with text و image و reading with text and image. ولكن لو كان الإنترنت غير قوي، فنستخدم collaborative document مثل Google Doc، Dropbox، OneDrive، وكذلك group chat and messaging عبر برنامج Telegram أو WhatsApp. فالسؤال هنا، ماذا نعمل الإخوة؟ المهم هنا، هناك توظيف تكنولوجيا ليس فقط في خلال فترة كورونا أو COVID-19، ولكن أهم من هذا، ما هي العبرة التي سنستفيد منها بعد هذه الجائحة؟ أولا، هناك التوصية والنصائح منا. أولا، امتلاك مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، فلا بد أن نستخدم استراتيجيات متنوعة في تعليم هذه اللغة الضاد.
فلن نبقى في استراتيجيات الواحدة فقط. وثانيا الثقة في التدريس عبر الإنترنت، فلا بد أن نرفع ونبني وننمي الثقة أو confidence level في التدريس عبر الإنترنت. وثالثا قادرون على تحليل المشاكل، مثلا في problem based learning، حل المشكلة. فالمشكلة لا تأتي من المحاضرين والمحاضرات فقط، بل المشاكل ربما تأتي أيضا من الطلاب. ثم لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، لأن في سنة 2023 في 2023 نحن نعتمد على طريقتين، بمعنى أونلاين وأوفلاين، الاندماج بينهما، بمعنى هناك التعلم المدمج أو blended learning يلعب دورا حما في تعليم هذه اللغة وتعلمها. ثم اختيار محتوى والأنشطة بعناية، فهذا مهم جدا، معنى نختار ما هي الأنشطة والمحتويات المناسبة لتعليم إلكتروني، وكذلك فصل وجه لوجه. ثم مراقبة المساق وتعديله وتقييمه باستمرار، معنى دائما كورس مساق المادة، فلا بد أن نراقب ونراجع ونراجع ونعدل ونقيم باستمرار. اوكي، فلا نستخدم نفس النصوص، نفس الكتاب، ربما نراجع. لو كان هناك تغيير فلا بد أن نناقش مع هيئة التدريس وصفوف المحاضرين والدكاترة في الكلية أو في المدارس. ثم معرفة تطوير بيداغوجية أو طرق التدريس تعليم العربية وتنفيذها في فصولهم، هذا مهم جدا. وأيضا معرفة كيفية الوقوف والوصول والتكرار. أنا وجدت أن في المحاضرة الافتراضية مثلا المتحدثون يتكلمون بدون أي فاصلة، بدون نقطة، فلابد أن نعرف متى سنكيف نتوقف ونسيل من القراءة، من الشرح، من البيان. وربما لو كان الطلاب لا يفهمون فلابد أن نكرر النصوص، نكرر الشرح، نكرر البيان حتى يفهمون. ثم استخدام طريقة السؤال والإجابة question and answer، والأنشطة متمركزة على الطلاب، بمعنى student centered learning وليس teacher centered learning. ثم قادرون على تصميم وسائل التعلم الذاتي self paced learning وتنفيذها بطريقة سليمة. فأعتقد هذه النقطة مفهومة. فاعلم أن الطلاب يطرحون التجزئة الراجعة للمعلمين، لو كان معلمون يقدرون على جهود الطلاب، نقول ممتاز يا أخي، ممتازة يا أستاذة، فرديا أم جماعيا. ثم لو كان المعلمون يستمعون إلى آرائهم وأفكارهم، فإن شاء الله الطلاب سيستجيبون ويطرحون ويعطون التجزئة الراجعة إن شاء الله. ثم تدريبات مكثفة لمهارة الأربع، لأن في اللغة العربية هناك القراءة والكتابة والاستماع والكلام عبر المحاكاة simulation، عبر يوتيوب يمكن محاكاة أمام الفصل، وكذلك باستخدام اللعبة أو gamification، وتعلم قائم على المشكلات أو problem based learning. ثم نتكلم ونتحدث أيضا عن طريقة التقويم. هناك مفاهيم خاطئة حول امتحانات الكتاب مفتوح أو Open Book Test أو Open Book Exam. أولا أنت لست بحاجة إلى الدراسة، خطأ، فلا بد أن نقرأ ونقارن بين المقالتين والكتابين، أليس كذلك؟ فلا بد أن نفكر، لأن دائما الأسئلة والاختبارات في امتحان كتاب مفتوح السؤال في مستوى أعلى من البلوم. أوكي، صمم وقارن، وما رأيكم في هذه الأهوال أو شيء من هذا القبيل. وثانيا يمكنك نسخ الإجابة مباشرة من الكتاب، بمعنى نحن ننسخ ونلصق copy and paste، لا، لأن في امتحانات كتاب مفتوح السؤال كما قلت قبل قليل السؤال في مرحلة الأولى. ثم هناك مفاهيم خاطئة حول أطول الإجابة، من يكتب كثيرا سيحصل على أعلى الدرجات، لا نستخدم هذا النظام في امتحان الكتاب المفتوح. وأخيرا فلابد أن نصمم ونعد المواد التعليمية وكذلك الأسئلة امتحانات حسب تصنيف بلوم لأهداف التعلم.
إذن هذه الثلاثة في مهارة التفكير الدنيا، وثلاثة في فوق مهارة التفكير العليا. وأخيرا عفوا، لأن هذه الملصقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، فهناك نظام لو نحن نريد أن نصمم ننفذ مجموعة واتساب أو تليجرام، فلابد أن نضع النظام أو rule of thumb. انظروا هنا establish ground rule، ما هو النظام؟ stress that group is strictly for lesson and Q&A only، بمعنى نستخدم هذه المجموعة للأسئلة والإجابة فقط وليس لشيء آخر. وثم نعد المواد التعليمية باستخدام الصور وكذلك الأصوات، وثم تبديل وتحويل المحاضرة إلى الصورة قبل التسليم إلى المجموعة، لأن الصورة لو نضع باوربوينت أو مايكروسوفت وورد ربما صعب للقراءة، ولكن لو نضع الصورة فربما الطلاب يستطيعون أن ينظروا بسهولة. فلابد إدخال الشرح والبيان القصير short narration باستخدام صوت، ثم نشجع المشاركة من الطلاب عبر الأنشطة. compress video to make the size smaller، لو كان حجم الفيديو كبير ونعمل compress. give a short assessment لكل أنشطة لكل المواد التعليمية، فلابد أن نرافق بالأنشطة وكذلك الاختبار المصغر مثلا. وأخيرا رقم 10 assign additional reading material، نقترح ما هي المواد المصادر الإضافية حتى يستطيعون أن يطلعوا عليها في المرة المقبلة. أكتفي بهذا القدر، نراكم إن شاء الله. فشكرا جزيلا مرة أخرى على هذه الدعوة، بارك الله فيكم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.